وتحياتي للمهندسة جيهان عبد العظيم ولجنة التدريب على الجهود المبذولة، وطبعا السيمينار، كثرة السيمينارات اللي احنا بنقدمها من خلال جمعية مهندسي مصر للتنمية، هي رسالة ان احنا ان شاء الله من خلال الجمعية بنقدم خدمات لمهندسي مصر وأسرهم، وده الهدف الرئيسي للجمعية، لأنها جمعية خدمية مشهرة من وزارة التضامن، بدأت نشاطها لسه حديثا في نهاية شهر مايو، يعني احنا بقالنا شهرين، وإن شاء الله باستمرار هنحاول نقدم خدمات لكل المهندسين وأسرهم في جميع المحافظات. احنا عندنا خطة بنقدمها في خلال السنة الأولى من الجمعية بعد إشهارها، لأن المجلس الإدارة اللي هو الحالي وعدد 9 أعضاء، 9، إحنا حتى إن شاء الله مايو السنة الجاية عندنا خطة بنحاول إن إحنا ننفذها، محتاجين مشاركة الزملاء معانا في اللجان، اللجان باب مفتوح إن شاء الله، محتاجين كل الجهود وكل وجود الزملاء حتى إن إحنا نقدر نقدم الخدمات اللي إحنا بنتمناها في كل المجالات. طبعا إحنا عندنا الخدمات اللي إحنا حاطينها في خطتنا في اتجاه في ميدان الصحة، ميدان الرعاية الصحية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية والتعليمية، كلها ميادين من خلال وزارة التضامن وضعت لنا ميادين نتحرك فيها، من خلال قانون بينظم عمل الجمعيات الأهلية، إن شاء الله واحدة واحدة إن شاء الله هتتابعوا معانا من خلال الصفحة الرسمية للجمعية، ومن خلال مجموعات التليجرام على الفيسبوك، في صفحة من خلالها هنحاول إن شاء الله التواصل ووصول المعلومات لكم باستمرار. بتمنى ان انتم تستفيدوا اليوم من دكتور احمد منصور، وتستفيدوا ان شاء الله من جميع السيمينارات والدورات التدريبيه اللي هتقدمها لجنه التدريب بجمعيه مهندسي مصر للتنميه. والسلام عليكم ورحمه الله، وتفضل يا دكتور، تفضل يا هشام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف شكر لحضرتك باشمهندس حاتم، متشكرين على وجود حضرتك معانا دلوقتي. ودلوقتي بنقدم الدكتور أحمد منصور. دكتور أحمد منصور هو استشاري نظم إدارة الجودة. المحاضرة بتاعت النهاردة أو الندوة بتاعت النهاردة هو حضرتك هيتكلم فيها على إدارة الجودة الشاملة. وفي الاخر ان شاء الله هيبقى الحضور، يعني لو حد عنده اي اسئله في اي حاجه دكتور احمد ان شاء الله يجاوب عليها. تمام دكتور احمد؟ ايوه مع حضرتك. ماشي دكتور احمد، ممكن حضرتك تتفضل. طيب ممكن نعمل شير سكرين؟ مالك، واحده واحده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على إدارة الجودة الشاملة، موضوع أصبح من الموضوعات المهمة في وقتنا الحالي. هنتكلم فيه عن مقدمة للجودة، هنوضح فيه مفاهيم الجودة وتعريفاتها. طيب تمام، نقول بقى علشان نقول الكلام اللي قلناه، احنا هنتكلم عن مقدمه سريعه للجوده، هنقول فيها مفاهيم الجوده وتعريفها وتطورها التاريخي، اهميتها في تحقيق نجاح واستدامه المنظمات، ودور الجوده في تحقيق الميزه التنافسيه. هنتكلم عن الجوده الشامله لمنظمات الاعمال، ازاي بنطبقها وفي اي منظمات بتطبق. هنشوف فلسفه الجوده، لان كل واحد منهم كان ليه فلسفته الخاصه بيه. طبعا هننقل على التركيز للعميل، لان العميل ده بنعتبره اهم واحد في المنظومه. القياده والتخطيط الاستراتيجي ودورها في اداره الجوده الشامله، الموارد البشريه، اداره العمليات، قياس الاداء ونظم المعلومات وتكاليف الجوده. دي كده محتوى اداره الجوده الشامله، او كورس كامل لاداره
الجودة الشاملة. طبعا النهاردة هناخد نبذة مختصرة عن كل حاجة، نبذة تعريفية لأن الموضوع بياخد على الأقل يعني من 15 ل 20 ساعة حسب التوقيت، فما نقدرش نقوله كله في ساعة واحدة اللي هي مدة الندوة. هنبدأ بالتعريفات. يعني إيه هي تعريفات الجودة؟ حسب العلماء، حسب اللي شغالين في شركات، حسب المختصين، كل واحد حط لها تعريف. في واحد قال ان الجودة دي معناها الاتقان، في بعد كده قال لا ده معناها الاعتدال، حاجة تبقى معتدلة. في واحد عرفها على انها سرعة التوصيل، انا بوصل لك المنتج في وقته او في او الخدمة في وقتها. في واحد قال ازالة الفاقد، ان انا ما يبقاش عندي فواقد كتير في العمليه، في المنظومه بتاعتي، ما يبقاش عندي رو ماتيريال بجيبها زياده وما استخدمهاش، او هوالك انتاج. في واحد اتكلم عن الجوده هي ارضاء العميل. طبعا بتوع المراجعات، يعني الناس اللي شغاله في المراجعات وبيتكلموا بيراجعوا جوده، دايما يعرفوا الجوده على انها التطابق مع المواصفات. هو بيقول لك العميل طالب مواصفه فانت حققتها له، فالتطابق مع المواصفات ده هيغنيك عن اي تعريف تاني. في ناس قالت ان هو توفير منتج جيد للاستخدام، دي طبعا تعريفات اوليه، هنوصل في الاخر هنشوف هنستعرضها واحده واحده. بنتكلم على منظور الجوده في سلسله القيمه، دي برضو بتعتبر تعريف، تعريفات كل واحد بيعرفها من وجهه نظره. انا عندي العميل بيعرفها من وجهه نظره، عندي الموزع بيعرفها من وجهه نظره، المصنع بيعرفها من وجهه نظره. فهي الجوده ملهاش في الحقيقه تعريف ثابت، هي مجموعة إجراءات بنعملها علشان نوصل لهدف معين. هنعرف برضو يعني إيه تعريف حكمي، ويعني إيه تعريف عن طريق الاستخدام أو عن طريق التصنيع. بما إن الجودة إحنا بنستخدمها علشان نوصل للآخر للقيمة، إحنا عايزين في الآخر نحقق القيمة، عايزين نوصل للعميل بأعلى قيمة، فإحنا بنقول الجودة علشان أطبقها لازم أبص عيني تبقى على الربحية. انا مش هطبق في شركتي جوده من غير ما يكون ليها لازمه ان انا اطلع بارباح. انا كراس مال، صاحب راس مال، انا كصاحب شركه، انا كواحد جوده جي بيقول لي اتفضل عايزين نطبق سيستم جوده، هنطبق سيستم اداره الجوده الشامله. فبقول له لا معلش، موضوع ايه؟ الموضوع ان احنا هيجيب لي كام؟ من الاخر اي مواصفات هي هتقول بيجيب لي كام؟ انا عندي ثلاث محددات للربحيه. الربحيه دي بتتكلم في تكلفه العمليات، بنتكلم في جوده المنتجات والخدمات اللي تاني. معلش في مشكله؟ ممكن بس حضراتكم تعملوا ميوت للمايك؟ ممكن تعملوا ميوت للمايك؟ دكتور احمد اعمل ان ميوت لان انا عملت لك ميوت بالغلط. معايا كده حضرتك، لماذا تعتبر الجوده هي العامل الاكثر على النمط؟ دكتور احمد بعد اذن حضرتك بس يقرب صوتك تاني، يرجعه زي الاول. لا الصوت رجع فيه دوشه تانية يا دكتور احمد. دكتور احمد الصوت رجع فيه دوشه تاني. طيب كده تمام مظبوط؟ كده تمام، خليك بقى على كده الله يكرمك. طيب ماشي؟ طيب ماشي. طيب احنا بنقول الجوده هي العامل الاكثر تاثيرا على المدى الطويل، على كل محددات الربحيه اللي احنا قلناها قبل كده. هي العامل الاكثر تاثيرا على الانتاجيه وعلى تكلفه العمليات وعلى جوده المنتجات والخدمات اللي بتحقق رضا العميل. ليه بقى؟ ليه هي الاكثر تاثيرا؟ اولا لانها بتحقق ميزه تنافسيه للمنظمه، بتديها ميزه كويسه جدا في الماركت، بتقلل تكاليف الانتاج. انا دلوقتي لما بقول اعاده العمل، انا لما اطلع منتج غير مطابق في اي عمليه من العمليات، مش شرط اللي بيوصل للكاستمر النهائي، وارجعه تاني بعمل له اعاده العمل الريورك،
طبعا ده تكلفه عليا، ده وقت وتكلفه ومجهود عامل، وممكن اعمل سهر لعمال بسبب الريورك. طب المرتجع ده انا عملت استخدمت المواد وشغلتها وصنعتها وصرفت عليها، وفي الاخر خرجت فيها ديفكت، ده بترجع لي، بتبقى مرتجع او هادر. ممكن في الاخر الهادر اللي عندي، انا بشتغل مثلا بمجموعه الواح صاد طلع منها هادر كتير، في ناس بتطلع 30% وفي ناس بتطلع 2%. فالجوده بتشتغل على تخفيض التكاليف الناتجه عن اعاده العمل والمرتجع والهاجر. بنقول ان الجوده بترفع الانتاجيه والارباح ومقاييس النجاح الاخرى. بترفع الانتاجيه لان انا بوفر في مواد خام، بقيم الموردين اللي انا بجيب منهم علشان اجيب ماده خام كويسه من الاول ما اخدهاش وارجعها تاني، بهتم بالكاستمر، بحقق ميزه تنافسيه، فكل ده بيزود لي في الاخر ارباح، بالتالي بتنعكس على رضا العميل. انا دلوقتي بطلع للعميل حاجه كويسه، منتج كويس في وقت كويس وقت ما يطلبه بالظبط، فهو دلوقتي بتنعكس على رضا العميل، فانا باخد حصه في السوق اكبر، حصه في السوق اكبر هتترجم الى ارباح اكتر. جينا تاني للتعريف، مش عايزين برضو نعدي اسمه ضبط الجوده علشان لما نتكلم عليه تبقى الناس معانا. ضبط الجوده ده بدا من اول التفتيش حتى البدائي لاستخدام البرامج الاحصائيه، وصلنا لاستخدام قياس واختبار. زمان بدا ضبط الجوده على انه قياس واختبار، بيقيس المنتج النهائي، بيقيس المنتج بعد العمليات، بنتطور شويه لا بنقيسه عمليه عمليه، بعد كده تطورنا دخلنا في تحليل، تحليل الاحصائيات اللي عندنا في الاخر، حللنا النتائج عملنا له اجراء تصحيحي. طب لو اتكلمنا عن توكيد الجوده باختصار برضو، احنا بنعمل توقع الحدث، انا ما بستناش لما المنتج يطلع علشان اعمل له اختبار، ما بستناش العمليه تخلص علشان اعمل لها اختبار. انا هشتغل الاثنين مع بعض، انا هاكد، هعمل اجراءات، هعمل ستيبس تؤكد لي ان العمليه دي صح، فهتطلع منتج صح. طبعا ده بيبقى بيرتبط شويه بالتفكير المبني على المخاطر والفرص، وده بند اساسي في المواصفه 9001 2015 ايزو 9001 2015، هي اساسا ريسك بيز ثينكينج، مذكوره في المواصفه كده، فهي بتقوم على التفكير المبني على المخاطر والفرص. انا بتوقع الحدث قبل ما يحصل، بتوقع الفرصه عشان استغلها، بتوقع المخاطر علشان اتجنبها، بمسك ستيب ستيب للعمليه، بقسمها لستيبس وكل ستيب تطلع لي المنتج بتاعها صح. هتطلعها ازاي صح؟ بعمل لها اجراءات، بعمل لها نماذج، بعمل لها خطوات. انا ايه دي بنتكلم عليها في توكيد الجوده. عرفنا شويه تعريفات علشان برضو نبقى فاهمينها واحنا مكملين. هنستعرض التطور التاريخي. هي الجوده بدات في مصر الفرعونيه، وده مش تحيز يعني، ده واضح جدا في النقوش اللي على الحجاره، واضح تقطيع الاحجار والصخور اللي كان بدقه عاليه جدا، واضح ان في بناء الاهرامات، واضح ان احنا لو مشينا اي نصل رفيع جدا بين الحجاره مش هيعدي. ان توصلوا العلماء ان الفراعنه استخدموا طرق قياس دقيقه جدا، وطرق تقطيع دقيقه جدا، وطرق التنفيذ اللي نفذوا بيها كانت محسوبة، فكل ده بيرجع إلى بنقول إن هم استخدموا علم الجودة طبعا من تاريخ بناء الأهرامات والتماثيل وتاريخ الفرعوني كله. يعني بدأت الجودة من أول الصانع المحترف في العصور الوسطى، هو الصانع اللي بيصنع البرودكت النهائي، هو صانع محترف فبيطلع منتج كويس، فالناس بتثق فيه فبتروح له بيطلع المنتج، هو بيهتم بيه علشان يبيع علشان يبقى متميز. بعد كده الثورة الصناعية، الثورة الصناعية عام 1800، قطع متطابقة يمكن استبدالها، يعني بدل ما هو صانع محترف واحد، لا انا هجيب مجموعة من الصناع، كل واحد من المجموعة دي هيصنع جزء، وانا في الاخر واحد في الاخر هيجمع الاجزاء دي مع بعضها، فكل واحد من دول هيبقى محترف في جزء واحد، انا مش محتاجه محترف في كل الاجزاء، هو محترف في جزء واحد هيخلصه هيعمل لي منه 100 قطعه،
الميت قطعة دول هيدخلوا في الآخر في التجميع، هيجي في الآخر واحد يجمعهم هطلع 100 منتج نهائي. جينا في بداية القرن العشرين سنة 1900 بدأوا يتكلموا على فصل مهام التخطيط عن التنفيذ، ودي كانت نقلة نوعية شوية، ان احنا لا ده في ناس هتخطط، في ناس هتتكلم هنعمل ايه الاول، وبعدين في ناس تانية هتنفذ اللي هم خططوا. واستخدموا التفتيش كوسيلة لضبط الجودة. انا بستخدم هنا التفتيش، والتفتيش مش مصطلح دارج قوي في علم الجودة، هو حتى ما بنقولش على اللي جاي مرور جودة او مراجع جودة، بنقول عليه مراجع الجودة. النهاردة في مراجعة سيستم جودة، انا ما بفتش، علشان التفتيش ده كان حاجة قديمة قوي اتلغت مثلا من الستينات من علم الجودة، ان احنا بنقول ان احنا بنراجع على سيستم، بنراجع على تطبيق سيستم، ما بنراجعش على افراد، ما بنفتش على افراد، احنا بنراجع على تطبيق سيستم. بعد كده وصلنا للطرق الاحصائية سنة 1920، ظهر علم ضبط الجودة الاحصائي، ظهر مصطلح توكيد الجودة. بعد كده تطورت بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1950 ل 1970 ظهر مصطلح كايزن، التحسين المستمر. كايزن كلمة ياباني معناها التحسين أو صاعقة التغيير السريع. ودي كان ليها حكاية شوية في اليابان. ليه بدأت في اليابان؟ هي اليابان خرجت مدمرة من الحرب العالمية الثانية تدمير كامل. علماء الجودة في الأساس كانوا أمريكان، حاولوا يطبقوا علم الجودة في أمريكا، أصحاب الأعمال رفضوا. رفضوا ليه؟ لأن هو محتكر السوق. بكل بساطة نرجع للربحية، أنت هترجع عليا بإيه وأنا محتكر السوق؟ طب أنا هطبق لك علم جودة وهطلع لك منتج كويس، قال له لا شكرا، أنا الناس بتشتري منتجي مش محتاجين تغيير. فالعلماء طلعوا على اليابان، اشتغلوا في علم الجودة في اليابان من بعد الحرب العالمية الثانية، وكان اليابانيين رأيهم إن احنا تهزمنا في المعمل فلازم نتطور في المعمل. دي أول خطوة قالها الإمبراطور الياباني. تاني حاجة، الناس هناك برضو قالت احنا ما عندناش ما نخسره فنجرب. سابوا العلماء يشتغلوا في تطبيق علم، العلماء الأمريكان سابوهم يطبقوا في علم الجودة، وصلوا لمرحلة صنعة في اليابان بقت تريد مارك، كل الناس عارفينها، وبقت منافسة شديدة جدا، صنعة في اليابان بقت أعلى ماركة في العالم. جم بعد كده في الولايات المتحدة سنة 1980 حسوا بغزو المنتجات اليابانية للسوق الأمريكية بشدة. اتعمل برنامج تلفزيوني وقتها، واستضاف علماء الجودة اللي طبقوا الجودة في اليابان، سألوهم، حكولهم القصة، ليه سافروا اليابان، ليه طبقوها. فكان المذيع في الآخر بيقول كلمة في نهاية البرنامج، قال if Japanese can why we can't، احنا ليه ما قدرناش. فبدأت تحصل ثورة الجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، انتشر الوعي بالجودة، بدأ المستهلك يبقى ليه حقوق، بدأ القوانين تساند هذه الحقوق، بدأوا يسمعوا صوت المستهلك، بدأوا يحللوا صوت المستهلك ويفهموه. ظهرت تقارير حماية المستهلكين، جمعيات حماية حقوق المستهلكين، بدأ الموضوع ياخد الشكل القانوني. بعد كده ظهرت نجاحات للجودة، عملوا في الولايات المتحدة سنة 87 جايزة وطنية، يعملوا مسابقات للشركات والمنظمات والهيئات ويعملوا لهم جايزة في الآخر، اللي بيحقق نظام الجودة في الآخر بياخد منحة، بياخد كاس. دخل بعد كده الصناعات الخدمية، العمل الحكومي كان الأول بيطبعوه على الصناعات، المنشآت الصناعية فقط، دخل بعد كده الخدمية، الفنادق والمستشفيات والصيانة، ودخل بقى كل العمل الخدمي والحكومي، دخلت المنشآت التعليمية والصحية. سنة 99 بدأوا يضيفوا المنظمات الغير هادفة للربح، زي الجامعات الأهلية وزي دار الأيتام وزي أي منظمة غير هادفة للربح. بعد كده ظهر مصطلح إدارة الجودة الشاملة. إدارة الجودة الشاملة بنتكلم هنا عن تكامل جودة الأداء بالمنظمة. أنا ما بتكلمش عن تفتيش منتج نهائي، ما بتكلمش عن إنسبكشن بعد العمليات، أنا ما بتكلمش عن توكيد جودة في مكان التصنيع وأسيب الإدارة، لا أنا هطبقها في كل مكان، في من أول أن بسمع صوت العميل هو عايز إيه،
وبعدين برجع اطلب من الموردين، وبعدين المورد يجيبها لي، وبعدين اداره العمليات داخل المنظمه، وبعدين ارجعها للعميل تاني. كل ده هيمشي بسيستم جوده متكامل، مش جزء ونسيب جزء. فهو ده ظهر مصطلح اداره الجوده الشامله علشان نربط الكلام ده كله ببعض. ادوارد ديمينج فلسفه الجوده، جوزيف جوران، فيليب، كل دول علماء للجوده. كل دول كل واحد فيهم ليه فلسفه هنستعرضها باستفاضه بس في وقت الكورس، عشان الوقت هنا في الندوه مش هيسمح. الست علماء للجوده مش هنقدر نستعرض كل اعمالهم في ساعه، ولكن كل واحد ليه فلسفته. ولما نتكلم عن فلسفه فهي طريقه تفكير، فكل واحد حط طريقه تفكيره اللي تحولت بعد كده الى منهجيه للتطبيق، حطينا لها ادوات تطبيق، استخدمنا زي مثلا منظمات نشأت زي الايزو، زي ناس استخدمت السيكس سيجما. كل واحد بيطبق الجوده باداه حسب ما يتناسب له. هنتكلم على المبادئ الاساسيه للجوده الشامله. بنتكلم في المشاركه والعمل الجماعي، التركيز على العميل، بنتكلم على التركيز على العمليات بالتحسين المستمر. طيب بنبدا منين؟ بنبدا من التركيز على العميل. دايما عينينا في الجوده على العميل، لان انا لو عملت منتج ذات قيمه عاليه جدا بالنسبه لي ونزل السوق الناس ما اقتنعتش بيه، يبقى انا ما عملتش حاجه. لازم القيمه يعرفها العميل تنتج بواسطه المنتج، انما تعرفها يعرفه العميل. انا علشان اعمل حاجه، عملت عربيه بورش ونزلتها مثلا في مكان من الاقاليم الفقيره، خلاص انا هعمل بيها ايه؟ انا هرجع بيها تاني، يبقى هتبقى عبء عليا وهتبقى تكلفه وهبقى خسرت. فبنقول ان العميل هو الحكم الاساسي على الجوده، والجوده تحقيق او تجاوز توقعات العميل. انا ما بقيناش نتكلم في رضاء العميل، لا، انا مش بتقول لي مواصفه وبعملها لك، انا بفوق توقعاتك. انت متوقع حاجه انا بفوقها، يعني انت متوقع تشتري مني العربيه دي في متوسطه، فانت مش متوقع ان يبقى فيها فتحه سقف، نزلت لك فتحه سقف فانت هتنبهر بيها. متوقع ان الاوبشنز اللي فيها تبقى حاجه معينه، انا هنزل لك اكتر من كده بنفس السعر اللي هتشتري بيه، فانا بفوق توقعات العميل. هو متوقع انه لما يجي لي الفندق ينزل يلاقي مثلا هو حاجز فطار وعشاء فقط، اقول له انا عامل لك يوم استثنائي في غدا اوبن بوفيه مثلا، يعني لازم اديله حاجه تفوق توقعاته. من الاخر بنقول تبهره، بنبهر العميل باي حاجه علشان العميل يرجع لي تاني، وعلشان كمان اتنقل من مرحله انا مش عايز اكسب رضا العميل، انا عايز العميل ده يبقى ليه ولاء ليا، اللي هو في منظمه تانية، في منشاه تانية هتدي له ميزه يقول لهم لا انا برجع للا، انا عندي الميزه. طب جه عندي ولقى فرضا عيب بسيط يقول لا انا اول مره اشوفه ورجعت لك اقول لك، فيا ريت ما يتكررش تاني. العميل عنده ولاء ليا مهما حصل مش هيسيبني، فانا افضل محتفظ بالعميل، نوع من انواع ولاء العميل. العميل ده اللي هو مين؟ ممكن يكون المستهلك النهائي، يعني انا مثلا بنتج حاجه بياخدها مني عميل خارجي، انا بنتج بسكوت شمعدان مثلا، اي بسكوت اي نوع يعني، بياخد مني تاجر جمله، بياخد مني عربيه بتوزع بتنزل لي المحل يشتريها طفل معدي، فانا الطفل اللي معدي ده انا لازم اكون عارف احتياجاته ايه، فده مستهلك نهائي. كل بقى اللي بياخد مني بقى غيره بيبقى ده اسمه عميل خارجي. عندي برضو مصطلح العميل الداخلي، مين هو العميل الداخلي؟ الموظف اللي عندي في الشركة. العميل الداخلي هو الموظف اللي عندي في الشركة. الموظف اللي عندي في الشركة ده لو هيأت له بيئة عمل محترمة هيطلع لي منتج محترم. هيبقى خايف على سمعة الشركة، مش هيبقى عنده نوع من انواع الحقد على راس المال، ولا الكلام اللي بنشوفه في بعض الاماكن. فاحنا دلوقتي بنتكلم على العميل الداخلي، مهم جدا 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 باهميه العميل الخارجي، لان ده اللي هيحقق لي سياسه الشركه.
المشاركة والعمل الجماعي، كل من هو داخل المؤسسة عندي لازم يشارك في عمل جماعي. أنا دلوقتي بقول له اديني رأيك في النظام الإنتاجي اللي أنا بعمله. اللي واقف على خط إنتاج أو اللي شغال بيعمل أكل في مطعم، الشيف أو اللي بيقدم خدمة صحية، ده أكتر واحد يقدر يفيدني إيه المشاكل اللي عنده. فلازم أسمعه كويس جدا، أشاركه في التطوير، أشاركه في حل المشاكل. هو دلوقتي بقول له والله وريني إيه مشاكلك، يقول لي آه أنا لما بشتغل في نص الشغل بيظهر كذا، أو أنا دلوقتي طبقت نظام الأمان والسلامة والصحة المهنية، ولكن الجزء ده لو راكب بالطريقة دي هيأمنني أكتر. لازم نسمعه كويس جدا وبعدين نحلل اللي قاله ونشوفه قابل للتطبيق ولا مش قابل. مشاركة وعمل جماعي مهم جدا، مهم يبقى سياستي واصلة لكل الناس، أهدافي واصلة لكل الناس، مهم جدا يقولوا لي مقترحاتهم إيه للتطوير، أسمعها بأهمية حتى لو أنا مش مقتنع بيها، حتى لو أنا شايفها حاجة صغيرة جدا أسمعها بأهمية وأدي له أهميته جدا، لدرجة إن هو يحس إنه أهم واحد في المؤسسة واقتراحه ده هيعمل حاجة جديدة للمؤسسة. المبدأ الثالث التركيز على العمليات. طبعا احنا هنبص للعمليات على انها سلسلة امداد، مش هنبص للعملية على انها عملية منفصلة، لا احنا هنعمل تكامل العمليات. تكامل العمليات اللي هو كل عملية لها وظيفة، كل عملية لها مخرجات بتدخل على مدخلات العملية اللي بعدها، هو ده تكامل العمليات. العملية الاولانية هتأثر لي على الاخرانية. اي نظام ليه مجموعه عمليات، مجموعه العمليات كلها لازم تبقى متكامله، واداره الجوده الناجحه بتنظر على منظور الانظمه كاحد اهم عناصر الجوده الشامله. يبقى سيستم كامل، حتى لو عندي مجموعه شركات، حتى لو انا شركه واحده وباخد من شركه مورده وبدي شركه مستهلكه، بعتبر ان انا نظام متكامل بيني وبين الموردين وبين المستهلكين. طبعا بنبص على المستهلكين والموردين كشريك اساسي. طب مين الشركاء التانيين؟ طالما انا بتكلم على الشركاء كلهم، اركز على جميع شركاء المؤسسه. زي البنك اللي انا باخد منه قرض لازم اختاره بعنايه لانه هياثر عليا. انا لو خدت تمويل من بنك امون عمليه، لا هياثر عليا وهي هيعمل لي مشكله لو اجراءاته مش مظبوطه، فانا بختاره كويس. طيب الشركه اللي انا عامل فيها تامين صحي للعاملين، دي برضو تعتبر من شركائي. ابص على كل الستيك هولدرز، بنعرفهم ان هم شركاء معايا، فبهتم بيهم كلهم. حتى لو رحت راجعت سيستم الجوده عند المورد، فده مقبول في نظام الجوده. انا رايح عند المورد بعمل عليه مراجعه، ممكن في محاضرة المراجعات نقولها اسمها مراجعة من الدرجة الثانية، أنا بروح أراجع عليه أشوفه مطبق سيستم جودة ولا لا، علشان أضمن إن الحاجة اللي جايالي مظبوط. طب جوه شركتي بطبق في كل حاجة، قسم الإنتاج، قسم التصميم، قسم الدراسات، قسم التسويق، قسم الموارد البشرية، أنا بطبق في كل حاجة في منظمتي. علشان كده بنقول ان الجوده لها طبيعه عامه تصلح للتطبيق على جميع انواع المنظمات، جميع انواع المنظمات بلا استثناء. يعني شفنا في دوله بره اتقال ان هناك في محل حلاق واخد ايزو، راجل عايز يحافظ على الكاستمرز بتوعه. شركة كبيرة أكبر الشركات واخدة الأيزو، وأصغر المحلات واخدة الأيزو، مفيش أي مشاكل. فهي ليها طبيعة عامة تصلح للتطبيق على جميع أنواع المنظمات. محدش يقول ما ينفعش أطبق عندي، لا كلمة ما ينفعش لا ما مش موجودة. طب إيه الصعوبة اللي هنقابلها؟ في صعوبات هنقابلها. إنشاء البنية التحتية التي تستطيع تحقيق الجودة والانضباط اللازم لاستمرارها. أنا عندي بنية تحتية ملائمة ولا محتاج انشئها، محتاج اعملها، محتاج يبقى عندي كوادر، محتاج يبقى عندي ادوات تشغيل، محتاج يبقى عندي ادوات تحميني من المخاطر. دي الصعوبه الوحيده اللي ممكن نقابلها في تطبيق الجوده. قلنا الجوده بتتطبق على مستوى المنظمه ومستوى العمليات ومستوى الفرد، مش هنستفيد فيها، هنكتفي باللي قلناه.
لان دي هتاخد وقت مننا برضو شويه في الكورس، هنشرحها باستفاضه. طب ايه الحد الادنى لعناصر البنيه الاساسيه لاداره الجوده؟ لازم يكون عندك قياده وتخطيط استراتيجي اساسي، لازم يكون تفكيري مبني على اداره المخاطر، ما ينفعش ما يبقاش عندي كل عمليه بفكر فيها مخاطرها ايه وتلافى المخاطر ازاي، ما يبقاش عندي تقييم للمخاطر، المخاطر بجميع انواعها. الناس برضو بتفهم، بعض الناس يعني بتفهم المخاطر على انها الاصابات، لا، هي الاصابات جزء من المخاطر، ان العامل يصاب من الاله من الحاجات دي، انما عندي مخاطر، مثلا مخاطر السمعه، انا ممكن افقد سمعتي في السوق، عندي مخاطر تاخر الانتاج، دي مخاطر، عندي مخاطر تاخر المورد عليا، انا مش هنتج لو هو اتاخر عليا، دي مخاطر، بالاضافه طبعا لمخاطر اللي ناشئه عن عدم اتباع الامان والسلامه والصحه المهنيه. ثالث حاجه من العناصر ان يبقى عندي اداره علاقات مع العملاء. انا بدير علاقتي بالعميل، انا مش مجرد العميل ده بيبقى يوم وماشي يومي، لا، انا بعمل معاه اداره علاقه، بعمل معاه اخليه اكسب العميل ده، اعرف هو عايز ايه، واعرف شكوته ايه، واعرف سبب شكوته ايه، واحللها كويس واشيلها من السعر الجذري عشان احتفظ بهذا العميل. خساره عميل كانت زمان قبل السوشيال ميديا بيقدروها تقريبا بخساره 20 عميل جنبه، انا دلوقتي لما بخسر ما بروحش الشركه دي، باجي اقول لحضرتك محدش يروح الشركه دي، انت زميلي في الشغل، بقول لك لا لا، انا اشتريت ثلاجه نوعها كذا طلعت وحشه جدا، انت عمرك ما هتشتريها، مش هتغامر. دلوقتي بقى في عهد السوشيال ميديا والفيسبوك ونلاقي جروب اسمه باور اوف سوشيال مش عارف ايه، طب بتدخلوا علشان تعرفوا الشركات اللي ضحكت علينا، فانت اضرب بقى في الافات اذا ما كانش وصلنا للملايين يعني. فالشركه اللي هتتقال عليها شركه مش كويسه ومش هتقدر ترد او مش هتقدر تدي سبب او ما فيش ناس هتقول عليها انها كويسه، الشركه دي هتنهار في السوق. شفنا شركات كتير انهارت، في شركات سيارات سحبت السيارات من السوق، قفلت خمس مصانع بسبب سحب سيارات من السوق، قفلت خمس مصانع. إدارة الموارد البشرية، الموارد البشرية أساس الشغل عندي أنا في المنظمة بتاعتي، الموارد البشرية هي اللي هتحقق لي كل ده. لما نيجي نقسم الموارد علشان نعرف أهمية الموارد البشرية، لما نيجي نقسم الموارد بنقول موارد بشرية وموارد غير بشرية، ما بقسمهاش بقى موارد، مورد البترول ومورد الشمس ومورد الطاقة الشمسية ومورد الكهرباء، لا 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 خالص، موارد بشرية موارد غير بشرية. أنا دلوقتي علشان أحقق أهدافي لازم أعتمد على الموارد البشرية. موارد بشرية بعتمد عليهم في الاختيار من الأول، إن أنا أختار الموظف الكفء الابتيتيود بتاعه كويس، عنده سكيلز كويسة، أختار البوزيشن اللي هيتحط فيه، بعمل له تدريب على كل ما هو جديد او على الحاجه اللي هيدخل يشتغل عليها، بعمل له تطوير، لازم انمي المورد البشري. ما نميتش المورد البشري المؤسسه مش هتتقدم لقدام، خلاص انتهى. في مصطلح اسمه مصطلح المنظمه المتعلمه، في مصطلح كده المنظمه المتعلمه، لو انا ما وصلتش لمصطلح المنظمه المتعلمه انا هقفل، مش هتقدم. هو ممكن نقفل المايك يا جماعه؟ يعني المايك عندي لسه مفتوح بس اقفله. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على احمد، يبدو ان انا اتقفل. دكتور احمد، ندرب ونعلم، ولازم الموارد البشري اللي عندي يبقى من الناس اللي هو مخطط له كويس تدريبيا. طيب ننقل بعدها اداره العمليات، شرحنا اداره العمليات، قلنا من اول الموردين اختيارهم ازاي، عمليه التوريد بتدار ازاي، اخترت الرو ماتيريال. طب انا قبل ما اختار الرو ماتيريال سمعت السوق عايز ايه، جبت من السوق، عرفت الدنيا دي كلها، اخترت الموردين، كل دي عمليات لسه ما دخلتش في صميم الانتاج بس عمليات مهمة جدا. طب دخلت جوه شركتي، لازم ادير عملية الموارد البشرية، لازم ادير عملية الـ الانتاج نفسها، عملية التصميم، عملية الدراسات والابحاث، لازم كل حاجة تدار طبقا لمنظور ادارة الجودة الشاملة.
طيب ايه الاداره بعد كده؟ اداره البيانات والمعلومات. لو ما عنديش بيانات مش هعرف اخد قرار. البيانات بحللها، بطلع منها مخرجات، بتديني معلومه ببني عليها القرار بكل بساطه. انا لو ما حللتش صح هطلع بمعلومه خاطئه، هاخد قرار خاطئ. ده دول الحد الادنى علشان اعمل نظام جوده يحقق لي في الاخر ربحيه. حسنت جوده المواصفه، خفضت التكلفه والتصنيع، عملت مشاركه للسوق، عملت مبيعات اعلى، عملت عائد اعلى، بعت باسعار اعلى، رجع لي بربحيه عاليه. حسنت جوده التصميم، حسنت القيمه، خدت حصه في السوق اكبر، اداني عائد اعلى. انا في الاخر لازم بتطبيق نظام الجوده بطلع بهدف ربحيه عاليه. طبعا في اهداف تانية، اهداف قيميه، في اهداف للناس، لبذل المجهود، الناس ما تبذلش مجهود اعلى. في الاخر انا كاونر، كصاحب عمل، علشان اقنعه ان انا اطبق عندك الجوده لازم اقول له ان انا هطبق عندك ربحيه عاليه. القيم الشخصيه، طبعا المبادره الشخصيه ليها اثر ايجابي على نجاح العمل طبعا، لطول يعني انا عشان كده اكدنا في الموارد البشريه، قلنا الاتيتيود بتاع العامل اللي انا هعينه. بالمناسبه لو السكيلز بتاعت العامل، لو السكيلز بتاعت العامل مش منضبطه ممكن، او مش او قليله ما عندوش سكيلز، ممكن اعوضها له بالتدريب. انما لو الاتيتيود مش كويس ده بنتعب معاه شويه، ممكن نعمل له شويه تنميه بشريه، نعمل له شويه وعظ ديني، نعمل له نشتغل عليه. ولكن في الاخر الاتيتيود مهم جدا، فلازم الجوده تبدا من السلوك الشخصي. الافراد المهتمين بالجوده عاده يتخطون توقعات العميل. انا بعدي توقعات العميل، بقول ان العميل عايز ايه، لا انا بعدي هذه التوقعات. السلوك يمكن تغييره من خلال الوعي والجهد، زي ما قلنا بنشتغل عليه على تغيير سلوك. ده نموذج بسيط لإدارة جودة مثلا في منظمة، بيتكلم على إرضاء العميل. لو هو هي سيركل في الآخر، لو بدأناها من أنظمة جودة ومشاركة عاملين، بتعلى بتزيد استفادة المنظمة، بتزيد استفادة المنظمة، بتزيد عن طريق التكلفة بتقل، دورة زمنية بتقل، تغير في رضا العملاء أو تغيير العملاء بيقل، رضاء العملاء بيزيد، الأمان والصحة بيزيد، الإنتاجية بتزيد، بتديني استفادة للمنظمة. ده بيحقق لي إيه؟ حصة سوق أعلى، أرباح أعلى، تنافسية أعلى، هنافس كل الشركات. تمام؟ طيب ده اصلا بيبقى ناتج عن ايه اللي انا عملته؟ عن رضا العميل. لو العميل ما خدش مني انا مش حقق الكلام ده كله. فانا زي ما قلنا رضا العميل بيزيد، الرضا العام بتاع العملاء واحتفاظ بالعميل بيزيد، والشكاوي بتقل. طب لو اتكلمنا على جوده المنتج والخدمات، الاعتماديه بتزيد، استلام اون تايم في وقته المحدد بيبقى مظبوط، الاخطاء بتقل، هيؤدي الى رضا العميل. طيب لو شاركنا جميع العاملين، قيادة وتحسين مستمر بتؤدي إلى جودة خدمة بتزيد، وبتؤدي إلى مشاركة بتزيد، وبتؤدي إلى اعتمادية بتزيد، واستلام في وقت، وأخطاء بتقل. يعني كل دول هي سيركل، كل واحدة بتؤدي إلى الثانية. أنا دلوقتي محتاج نظام متكامل لإدارة الجودة. ده بنطبق نظام إدارة الجودة إزاي؟ بنطبقه عن طريق منهجيات بنطبقها. التي كيو ام ليها منهجيات بنطبقها، عايز بطبقها ممكن من خلال نظام ايزو 9001-2015، فهو نظام اداره جوده. ده نظام من ضمن الانظمه، انما في طبعا كذا نظام لاداره الجوده الشامله بمفهومها الواسع. في ادله على تاثير الجوده على نتائج الاعمال؟ طبعا في، زي نشرات المكتب العام لدراسات تقييم المتقدمين لجائزة بالدرج اللي هي الأمريكية، اللي احنا قلنا ان في جائزة بيعملوها، فالمركز قيم الشركات اللي قدمت، كلهم طبقوا نظام جودة فحققوا
ربحيه عاليه او تنافسيه في السوق عاليه بسبب تطبيق نظام الجوده، فده دليل على ان تاثير الجوده على نتائج الاعمال ليها تاثير ايجابي. المعهد الامريكي للجوده نفس القصه، عمل دراسه اثبت فيها ان الشركات اللي ما بتطبقش الجوده تقريبا بتخرج من المنافسه السوقيه. علشان كده بنشوف الشركات الانترناشونال دايما لو حد اتعامل معاها هتلاقوا مهتمين جدا بانظمه الجوده، أنظمة السلامة والصحة المهنية، أنظمة الجودة الشاملة، بيهتموا بالكلام ده جدا علشان ما يخرجوش من المنافسة السوقية. طبعا في دراسات هاندريكس تقييم أداء الشركات الفائزة بجوائز الجودة المحلية، كل ده طبعا دليل على إن تأثير إدارة الجودة الشاملة تأثير عالي على المنظمات، أي منظمة زي ما قلنا في أي مكان لأي نشاط، هي احنا حسب ما بنستفيد منها يعني. طبعا في أدلة كتير بنتكلم فيها على هذا الموضوع، لا في أدلة غير كده يعني مش هنستعرضها دلوقتي، الوقت برضو مش هيسمح لنا كتير. عايزين نستعرضها إن شاء الله في الكورس بالتفاصيل، بكل الجوائز دي أصلا بتطبق إزاي، إيه معاييرها، هنستعرضها كل ده إن شاء الله. شكرا جزيلا، تفضلوا اي اسئله او تعليقات. الف شكر دكتور احمد. ودلوقتي يا باشمهندسين لو اي حد عنده اسئله يا ريت يتفضل بسؤال دكتور احمد. في سؤال موجود من الباشمهندس مصطفى، حضرتك قاريه دكتور احمد ولا انا اقراه؟ لا انا هفتح، لا انا هفتح الشات ثانيه. بيقول الدكتور بيقول ان الجوده بتزيد التكلفه بتقل، فهو عايز يعني يفهم الكلام ده. الدكتور بيقول ان الجوده بتزيد التكلفه بتقل، تمام. طبعا الجوده بتزيد التكلفه بتقل. ليه؟ انا دلوقتي لما بطبق نظام جوده انا بقول ان انا هقلل الهادر. انا لو طبقت نظام جوده ما قلليش التكلفه يبقى انا بطبقه غلط، عشان بس ايه مفهوم الناس. انا بصرف علشان اطبق جوده، انا بصرف علشان اجيب ورق واكتب فيه الجوده عباره عن ورق. لا، الجوده مش ورق، الجوده مش اجراءات زياده، لا الجوده تنظيميه، اداره، نوع من انواع الاداره التنظيميه. انا بقلل الهادر، انا بدرب الناس، ده بينعكس عليا في زياده الانتاج، بينعكس عليا بان انا بوفر مواد خام. أنا بعمل إدارة جودة مع الموردين، فبجيب أصلاً مواد خام من الأول كويسة، مش هضطر أستنى لما أرجعها، مش هضطر أستنى لما يجيب لي غيرها، مش هستخدم مواد خام رديئة لأن أنا بستلم بالمواصفات. بكسب العملاء في السوق، بيدينا حصة تنافسية عالية. العامل اللي جوه بيرتاح، تطبيق نظام جودة بالأسلوب الصحيح بيعود بالنفع على جميع العاملين بالمنظومة. ففي الآخر بتنعكس على الربحية انعكاس مباشر، على مشاركة في السوق انعكاس مباشر. أنا كل ما أكسب عملاء، كل ما يعني بالمعنى البسيط قوي، أنا لو عندي 2 عملاء غير لما يبقى عندي 100 عميل، أكيد لما يكون عندي 100 عميل هكسب أكتر. أنا بوصل للهدف ده في النهاية، إن أنا بعلي من القيمة، بعلي من جودة المنتج اللي بتوصل لك، فأنت هتشتريها مني تاني. دي بكل بساطة يعني الربحية اللي بتزيد لما بطبق الجودة. طيب ممكن يا باشمهندسين يعني تفتحوا المايك وتتكلموا؟ طيب في حد كاتب اعتقد ان لازم نفرق بين تطبيق الجوده على المنظومه علشان نطلع منتج وتطبيق الجوده على المنتج نفسه. هي متكامله زي ما قلنا، في حضرتك لما بتطبق الجودة على المنتج نفسه انت بتطلع المنتج ده بمواصفاته المطلوبة. طب انا علشان اطلعه بمواصفاته المطلوبة فانا بطبق الجودة على المنظمة اللي هتنتجه، فهي منظومة متكاملة ما ينفعش نفصل بينها، لازم يبقوا الاثنين متكاملين. انا ما بفصلش. انا لو عملت نظام جودة كويس جدا هيؤدي الى ان اطلع منتج بالمطابق للمواصفات، لو انا غير كده يبقى عندي حاجة ناقصة، يبقى في حاجة غلط ما عملتهاش. المواد الخام اغلى بس بتوفر لك حاجات كتير بعد كده. انا بجيب مواد خام، انا بجيب مواد خام نظيفه فبطلع منتج نظيف، فحصتي في السوق بتزيد. وكلنا بنشوف يعني بيقول لك ايه، لا دي صيني ما بلاش تشتريها، دي اشتري كذا. انت دلوقتي لو نزلت بمنتج رديء مش هتقدر تنافس في الاسواق الكبيره.
طيب انا دلوقتي برضو برجع بقول مش لازم انا بشتري الحاجه الغاليه بالنسبه لي، انا بشتري اللي ذات قيمه للعميل، وهو ده اللي بتقوله لي الجوده. انا بقول العميل القيمه اللي عايزها العميل ايه. انا دلوقتي في مكان زي المثال بتاع العربيه البورش، مش هينفع ابيعها في مكان معين، انما الكوري والياباني رغم ان هم اقل في المواصفات شويه انما بيتباع، او العربيات يعني. يعني انا بقيم القيمه بيعرفها لي العميل، انا ما اجيش اشتري مواد خام غاليه والعميل مش عايزها، يبقى انا كده ما بطبقش اداره الجوده شامله، انا كده خرجت العميل من المعادله. طب هو في سؤال حد بيسأل، باشمهندس محمد بيقول هل في دورات خاصة بالجودة في المشاريع الإنشائية والمؤشرات الخاصة المشاريع بالجودة مستعدات في خطة المشاريع الجودة؟ مثل الـ ITV وإعداد خطة طبعا في طبعا النظام الورقيات الخاص بالجودة. طبعا انت شوف، حط يعني المشاريع الإنشائية زيها زي اي مشاريع، ليها نظام جودة، ليها إدارة جودة. احنا قلنا إدارة الجودة إدارة للمنظمات عامة، للمنشآت، للمشاريع كلها. في مشاريع بتطبق، في أنظمة بتطبق فيها قابلة للتطبيق، وبتعمل لها خطة جودة، وبتعمل لها إجراءات، وبتعمل لها نماذج، بتعمل لها كل حاجة. رغم ذلك الصين لها نصيب الأسد في كل الأسواق. تمام، لو بصينا للتجربة الصينية هنلاقيهم فعلا مطبقين الكلام اللي احنا بنقوله. هو جه على السوق وليكن مثلا الافريقي، الدول اللي هي فقيره شويه، محتاجه ايه؟ محتاجين حاجات، منتجات اقل في الخامه، اقل في الجوده، ورخيصه في الثمن. فالراجل ده ادار العلاقات مع الكاستمر كويس جدا، حفظ قرا السوق كويس جدا، عمل اداره علاقات مع المستهلكين كويس غير طبيعيه. طب لما بينزل في السوق الامريكي بينزل بالمواصفات الامريكيه، لانه لو نزل غير كده مش هيتباع ومش هيدخل. فالمنتج الصيني بيعمل من رقم واحد لرقم 20، يعني انت بقى بتروح تختار، بتقول له ايه، هات لي اردأ حاجه عندك، السوق عندي عايز كده. فهو قرا السوق. لما تنزل الاسواق الاوروبيه، الاسواق الامريكيه، هتلاقي المنتج الصيني بمواصفات امريكيه. هتلاقي شركه ديل فاتحه مصنع في الصين، اللابتوب الديل مكتوب عليه ميد ان شاينا. فهو عمل اداره علاقات مع المستهلكين عالية جدا، وده من الأهم حاجة بنعملها في إدارة الجودة الشاملة. فعلشان كده خد حصة في السوق عالية جدا، عمل إدارة علاقات مع الموردين عالية جدا، لأن المورد بيجيب له الخام اللي هو عايزها بالظبط، من أول أعلى خام لغاية أقل خام. فده طبعا لا، عمل إدارة جودة، الصين عاملين إدارة جودة شاملة. طب في سؤال تاني بيقول بنشوف في شركات السيارات الألمانية تمام. واحد بيشوف العربية بعد ما تخرج بعينه، بس برغم وجود أجهزة حديثة، السؤال ليه بيعتمدوا على العامل البشري أكثر من الآلة؟ هنا هل الجودة بتحدد نوعية الأدوات المستخدمة ولا متروكة للمطبق الجودة؟ لا، ما بتحددش نوعية الأدوات المستخدمة. هو عايز العامل البشري يشوفه ويديله انطباع بشري، رغم انه يقدر يتحكمها في الآلة. انا اعتقد انه بيعملها بالاثنين، علشان بياخد رد الفعل البشري، ده مهم بالنسبة له على شكل العربية. الجودة ما بتحدد لكش الأداة اللي تستخدمها، الجودة بتقول لك دو، اعمل كذا. هاو تو دو انت اللي بتحدده بالطريقة المناسبة ليك. انا بقول لك اسمع صوت العميل، حلل صوت العميل. انا باخد تحليل صوت العميل ده ازاي؟ في نموذج اسمه نموذج كان ونموذج كذا. لا، انا بحلل مخاطر وفرص ازاي؟ بستخدم بيستل، بستخدم سوات اللي انا عايزه. انا براجع المنتج النهائي ازاي علشان احقق الكلام ده؟ بواسطه اله، بواسطه فرد. المهم في الاخر انا بحقق المطلوب. بقول لك ايه رايك في العيد ميلاد؟ اي حلو. في حد بيسال بيقول في حد كان بيسال على الميلاد دلوقتي، بس ايه في المايك؟ ما احنا بنقول لهم شويه افتحوا المايك تتكلموا، يعني يا اما يعزمنا على عيد ميلاد ده. يا ريت والله. عايز لك تقريبا البشمهندسه صباح هي اللي عندها عيد ميلاد. طب قولي سؤالك بقى. والله صح، بدل ما انا والله مش هنسى جهن ابدا، انت عارفين انا بسكت على طول والله ابدا. طب قولي سؤالك بدل ما انا اقرا طالما المايك مفتوح، قولي السؤال اللي حضرتك كذا. انا ما فتحتوش غير دلوقتي والله، لما حضرتك قلتي المهندسه صح عشان كده دخل. انت عارفين انا بسكت على طول يعني. انا بس طيب، كنت بسال حضرتك لو دكتور بالنسبه لدوره الجوده للمشاريع الانشائيه، لو دي ممكن نعمل عليها ظبط شويه او ناخدها ازاي؟ طيب حضرتك بلغي البشمهندسة جهان بكل المطلوب، وفي الآخر احنا بنفلتر الكلام ده وبنعلن عنها على طول.
اوكي باشمهندس ريان. تمام خلاص احنا مع بعض بقى. خلاص خلاص خلاص. مهندس جهان. مهندس جهان. يا مهندس جهان. السلام عليكم. يا باشمهندس محمد. التجربة الصينية إدارة جودة ولا دراسة؟ في سؤال هنا. التجربة الصينية إدارة جودة. هو أنا اللي بسأل السؤال. حضرتك كنت بتتكلم عن التجربة الصينية، يعني أنا أعتقد إن هي دي دراسة سوق ومعرفة متطلبات السوق. هي دي جزء من إدارة الجودة الشاملة بالظبط. الكلام اللي حضرتك قلتيه ده جزء من إدارة الجودة الشاملة، هنستعرضه بالتفصيل التام في الكورس، لأن الكورس مدته مفتوحة قوي، فهيبقى أكتر من كده شوية. إحنا قلناها، عدينا عليها، قلناها سريعا، قلنا إدارة العلاقات مع المستهلكين جزء من إدارة المستهلكين اللي هو السوق بتاعي. أنا بالمناسبة الجودة بتقول لي ابدأ بالسوق وانتهي بالسوق، انا ما ببداش بالمورد، ببدا بالسوق. لما باجي ارسم خريطه القيمه، لما باجي ارسم عملياتي، ببدا من السوق، ما ببداش من المورد. الغلطه اللي بعض الناس بتقع فيها برضو انها بتبدا من المورد، تقول العمليه بتبدا من هنا. لا، العمليه بتبدا السوق عايز ايه، انا بخطط له، بطلب من المورد، المورد بيبعت لي، بعمل لها عمليات تصنيع، بطلعها للسوق تاني. في كل نشاطات الجوده ابدا بالسوق وانتهي بالسوق. السوق اللي هو طيب، عميلك بس العميل. بس هو كده يعني، ممكن يعني ممكن يبقى المنتج مش يعني مش عالي الجودة، بس مش عالي هو الجودة، بس نزله بس السوق هو اللي هو طالب. متباع، أو هو يعني السوق ليه بقى؟ ليه بقى؟ هو شاف متطلبات السوق اللي طالبه، ما هو مش عالي الجودة بس رخيص في الثمن. طب اقدر انزله امريكا؟ لا مش هقدر، مش هيدخل امريكا. اقدر انزله الدول الاوروبيه زي انجلترا وفرنسا والمانيا؟ لا مش هيتباع هناك. طيب ده لو نقدر دخل نقول مش عليه ان هو كده جودة، يعني يعني انا طبعا. كده عملت جودة يعني. طيب حضرتك شغاله فين؟ انا في شركة استشارات هندسية. جميل جدا. انا دلوقتي لو جالك حد عايز يبني مول، تمام؟ تمام. في التجمع الخامس. اوكي. تمام. يعني هتعملي له مول فخم جدا. بالظبط. لو انا واحد غلبان ساكن يعني في اي منطقه من المناطق القديمه شويه او في المحافظات، هتعملي لي حاجه رخيصه على قدي. تمام. انا بقول لك ابني لي بيت كده، هعمل دورين، دور ليا ودور كده يبقى ايه، فرفشه للضيوف يقعدوا فيه تمام. لابني. هتعملي لي حاجه؟ مش هتعملي ده يبقى انا كده هقدر اقول ما عندكيش جوده؟ انا كده حققت رغبة العميل، ودي او الجودة. حققت ودي الجودة الجودة طبعا. يعني الجودة في احنا اني برضه قريت العميل. الجودة تقصد حضرتك ان الجودة في اني قريت العميل عايز ايه وحققت له اللي طبعا. هو عايزه، مش طيب الجودة ان فرضنا انا عملت الحاجة حسب المقاييس وحسب مقاييس المعايير مين؟ لا لا لا، ثواني، مقاييس طبعا. مين ومعايير مين؟ ما هو انا دلوقتي لما بقول كل في حاجة حد ستاندرد ادنى، ايه يعني، لا مش لا في لا، في كودز حد وفي ادنى ستاندرد. للمواصفات، في حد ادنى للمواصفات. لما بقول هنتج عربيه، انا ممكن انتج العربيه الفيات 128 وممكن انتج العربيه المرسيدس، بالظبط. ماشي، في حد ادنى للمواصفات. الكاستمر بتاع الفيات 128 مش هو الكاستمر بتاع العربيه المرسيدس، ولكن العربيه ليها 4 عجلات وليها ابواب وليها كراسي وليها موتور، ليها الحد تمام. الادنى من المواصفات ما اقدرش انزل عنه، ما اقدرش اعمل بيت من غير سقف مثلا. فانا دلوقتي عندي حد ادنى للمقاييس، انما العميل بتاعي لما يجي يقول لي انا عايز بيت اسكن فيه وما معيش غير 200,000 جنيه، هحقق له اعلى جوده في حدود ال 200,000 جنيه، مش هحقق له اعلى من كده. يعني لا تخلف وعدك. مش هبني له عماره، لا هبني لك طيب دورين يعني مثلا. يعني ان انا بدير الموقف على حسب البادجت اللي عندي، وعلى حسب يعني زي ما حضرتك بتقول كده، المينيمم الستاندرد يعني. بندير على حسب المواصفه اللي موافق عليها العميل. لو المواصفه دي ثابته، انا بطلع منتجات وانزلها السوق من غير ما ارجع للعميل، ولا برجع للعميل واتفق على المواصفه، ولا بفوق توقعات العميل، ولا بشتغل على بادجت عندي وهجرب لسه في السوق. كل حاجه ليها حاجتها، كلها تخضع لاداره الجوده الشامله. وصلت ولا لا لسه؟ لا لا تمام. اوكي تمام. نشوف ايه تاني؟
في ايوه اسئله دكتور احمد اعتقد برضه في الشات لو حضرتك اه تسمح لي المنتجات عليها. الصينيه في اسواق اوروبا بتتباع بسعر اقل من اسواق افريقيا والدول الناميه ببساطه، لان المستورد عندنا، لا دي قصه تانية بقى، احنا بنتكلم يعني لا قصه ان المستورد بيعلي هنا السعر وما بيعليش هناك، دي مش هنقدر نتكلم احنا فيها يعني. اه اتفضل. السلام عليكم دكتور احمد. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ مهندس جميع محمد العمل. حضرتك. اه اتفضل. انا كان سؤالي حضرتك بخصوص دلوقتي اداره الجوده الشامله، هل هي وليكن حضرتك بتؤهل لاي شهاده اعلى، او مثلا بتحدد وليكن مستوى شخص يخش وليكن بعد كذا سكس سيجما او غيره اي حاجه في منطقه الجوده يعني، او اوديتنج او كده؟ طيب احنا بنعتبر اداره الجوده الشامله البيز اللي بنبني عليه كل حاجه. انا بدرس اداره جوده شامله وبعرف يعني ايه، كل الحاجات الباقيه دي هي تطبيقات ليها. لو خدت ايزو 9001 2015 هو تطبيق لاداره الجوده الشامله، لو خدت لين 6 سيجما هي اداه من ادوات تطبيق اداره الجوده الشامله، لو خدت اي حاجه هي اداه من ادوات تطبيق اداره. يعني انا لازم افهم يعني ايه الاول اداره جوده شامله، لازم استعرضها بكل تفاصيلها، دي البيز اللي دي الاساس اللي ببني عليه. انما اوديت ايده يعني حد دخل زي اخرجه حد خرج. تمام، يعني هي حضرتك يعتبر كبدايه يعني كبدايه للدخول. اتفضل. بدايه لان ابني عليها دي الاساس، دي الاساس اللي ببدا بيه. يعني هي اساس حضرتك لدورات الايزو، ده اساس لدورات الاوديت، اساس اه طبعا لدورات ما ينفعش ادخل الايزو وادخل اوديت وادخل الكلام ده وانا مش عارف انا داخل انا بعمل ليه اساسا، انا بطبق المواصفه ليه؟ لازم افهم علشان اطبق المواصفه صح، لازم اكون فاهم اداره جوده شامله، تمام، لازم اكون فاهمها كويس. عشان ادخل في السكس سيجما لازم اكون فاهم كويس جدا تي كيو ام. اي احنا يمكن بدانا قبل كده في سيمينار عن اللين، بعض الناس حضرته معانا على اعتبار ان اللي هيدخل هم المهتمين بالجوده، فلما لقينا بعض الناس دخلت ما كانش عندها فكره خالص فرجعنا عملنا دوره التي كيو ام طب على اساس ان هي البيز لكل حاجه. طيب من خلال وجهه نظر حضرتك الفتره الجايه الجوده يعني مستقبلها رايح رايح ناحيه ايه؟ الفتره الجايه الجوده اللي مش هيشتغل بنظام اداره جوده شامله اللي بتحتوي على اداره علاقات وتحسين مستمر وتعليم وتدريب هيخرج من السوق. حرفيا هيخرج من السوق. طيب لو امكن حضرتك لو في ترشيحات لشهادات وليكن في الجوده، لو حضرتك ترشح فيها بعد اداره الجوده الشامله يعني. شهادات الجوده دي بحرها كبير قوي. لو عايز تفهم هي انت اتجاهاتك ايه الاول، يعني حدد اتجاهاتك هتشتغل في انهي طريق وبعد كده نقول لك خد شهاده منين. بمعنى اي طريق حضرتك؟ يعني هل حضرتك هتاخد طريق اكاديمي، هل حضرتك هتاخد طريق تطوير، هتشتغل في شركه تطوير، هتشتغل مراجع، هتشتغل في شركه منحه، كل دي ليها طريق، كل واحده فيهم ليها طريق. لا هو اللي هو الجزء يعتبر خاص بتطوير يعني تطوير، وليكن تطوير شركات، تطوير تكنيكال مثلا، احنا حضرتك هتطبق الجزء ده وليكن في القسم بتاع حضرتك ديبارتمنت يعني ولا همسه وبعدها. انما لا انا مش سامع، معلش في حد داخل معانا في الصوت، انا مش سامع خالص. طيب طب يا جماعه يا جماعه بعد اذنكم بس اللي فتح المايك يقفله ما عدا اللي بيتكلم. طب مين اللي بيتكلم؟ مهندس عمر بيتكلم دلوقتي ولا مين؟ مهندس احمد يا باشمهندس. مهندس احمد حمدي. اتفضل يا باشمهندس. طب ماشي اتفضل. اقول لحضرتك هو لو المجال مجال تكنيكال يعني، هو مش مجال ان هو اوفيس وليكن، او يعني وليكن مثلا مجال انتاج وليكن. لا لا هو مش المجال، يعني احنا هشرحها اكتر. موضوع التخصص في الجوده ان انت هتشتغل مراجع ولا هتشتغل مراجع داخلي. لو هتشتغل مراجع داخلي هتحضر دوره تي كيو ام زي ما قلنا اساس، بعد كده دوره مراجعات. لو هتشتغل مراجع خارجي بتحضر الدورتين دول وبعد كده بتاخد حاجه اسمها ليد اوديتور. لو هتشتغل تطوير ممكن تتجه لماجستير جوده او تتجه للين سيكس سيجما، يعني كل الاتجاهات حسب انت هتشتغل ايه بيها، هتعمل ايه بيها. كبيز زي ما قلنا كبيز في حاجات كده اساسيه زي دوره التي كيو ام، دي اساسيه. في بعض الدورات كده بتبقى مش خاضعه لاي حاجه، بتشتغل مع كل الناس زي دوره اللين بتشتغل مع كل الناس. التطوير بقى بيبدا بتاخد حاجه تخصصيه اكتر، انت خد البيز الاول وبعدين ادخل في التخصصي. انت مش هتقدر تحدد انت اتجاهاتك ايه الا لما تفهم الاول يعني ايه جوده شامله.
خلص التي كيو ام الاول هتلاقي تفكيرك بيتغير، لا انا هشتغل في المجال كذا. طب تمام. شكرا جزيلا لحضرتك. تمام شكرا جزيلا. الباشمهندس احمد عمار رافع ايده من بدري وكاتب انا عايز اسال الدكتور. باشمهندس احمد عمار حضرتك معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. معلش انا لسه داخل المحاضره حالا لان لسه راجع من الدوام. تمام تمام. هل تسمع على اليوتيوب يا باشمهندس احمد ان شاء الله؟ ما خلاص استاذن حضرتك بس ابعت لي اللينك بتاع المحاضره على اليوتيوب. طيب تمام تمام. هو تمام. هو انا مهندس مدني. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. تمام. فهو الكواليتي كنترول بالنسبه للمهندس المدني. تمام تمام. دي حضرتك هتبقى دوره موجوده بالنسبه لمهندس مدني. اوكي. مفيش مشكله. مفيش مشكله خالص. نرتبها مع المهندس الجهاز. بالنسبه لمعايير الجوده، هو احنا اما درسنا في الهندسه المدنيه تمام اللي هو تحقيق اعلى جوده باقل سعر وفي اقل وقت تمام. تمام. دي المعادله دايما اللي احنا شغالين عليها. بس الاهم من كده انك تعرف كل بارامتر من بارامترز المعادله، يعني ايه اقل سعر ويعني ايه اعلى جوده. يعني انا بالنسبه لي اقل سعر 10 جنيه. حضرتك بالنسبه لك اقل سعر 100 جنيه. ايه اقصى جوده ممكن احصل عليها بال 10 جنيه؟ يعني ايه يعني ايه اقصى جوده؟ برضو هي دي لازم اعرفها. لازم يبقى في مواصفه في ايدي بتقول ان هي دي اقصى جوده، عقد بيني وبينك او مواصفه طالعه من هيئه المواصفات او من منظمه الايزو. لازم تبقى في مواصفه بتعرف يعني ايه. دايما في الجوده احنا بنتكلم حاجات ليميتد مقاسه، ما نتكلمش بحاجه مطاطيه، نتكلم بحاجه مقاسه وبتاريخ. هو كل مشروع ليه كواليتي اشورنس بتاعته. تمام. كل مشروع ليه كواليتي اشورنس. تمام تمام. بس انت بتوظف الجزء اللي هتستخدمها لهذا المشروع بالظبط. اها خلاص تمام. يعني الدوره هتبقى متاحه ان شاء الله ولا هتحتاج قبلها دوره ثانيه؟ لا تواصل مع الباشمهندس جيهان ونرتبها. انا بس بخشى في ناس كانت كاتبه في الشات اسئله وبعدين جريت، فلو حد من الحضور كان كاتب يعني. طيب هنحاول نقراها عشان يعني طيب. نحاول نجيبها كده. لو ببدأ مشروع جديد الصح استهدافي السوق الشعبي ولا الطبقة الأعلى؟ والله دي حسب دراستك للسوق، أنت نازل بمنتج إيه وإمكانياتك إيه. هناخد مثلا مثال لشركة فودافون، شركات الاتصالات أول ما بدأت استهدفت الشريحة الأعلى، نزلت غالي لمت فلوسها الأول، بعد كده نزلت الباقي كنوع من أنواع تشغيل الشركة وفلوس صيانة وانتشار، إنما خدت السوق شرايح، خدت الشريحة الأعلى الأول. أنت دراستك للسوق بتقول إيه؟ هل انت تقدر تنافس في الشريحة الاعلى الاول ولا عايز تنزل الاول شعبي وبعدين تعلى؟ دي حسب دراستك للسوق، حسب ادارة الماركتنج بتاعتك بتقول لك ايه، وحسب امكانياتك ايه، وحسب استمراريتك في السوق. في شركات بدأت شعبي ما قدرتش تطلع عن الشعبي، في شركات بدأت يعني بدون ذكر اسامي كده تحت بير السلم زي ما بنقول، ولكن منتجها انتشر الناس حبته فعملت مصانع وعملت شغل تاني فاستهدفت شريحة اعلى. فدي حسب دراستك للسوق وحسب امكانياتك. في سؤال بيقول هل تخصص مهندس الجوده في المشاريع له مواصفات؟ مهندس الجوده طبعا ليه مواصفات، في دوره اعداد مهندس جوده محترف، وفي والمفروض مهندس الجوده يبقى مؤهل على الاقل، يعني لو اتكلمنا على المينيمم الحد الادنى لازم يبقى مؤهل للشغلانه اللي هيشتغلها، لازم يبقى فاهم يعني ايه جوده، لازم يبقى فاهم يعني ايه تي كيو ام عشان يتعامل مع كل الناس دي، لازم يبقى فاهم وظيفته اللي داخلها ليه، يعني ليه حد ادنى من التاهيل. تمام تمام. طب كان في حد بيقول للدوره بي دي اف لو سمحت يا دكتور الملف البي دي اف، ف
حاضر هبعته للدكتور للباشمهندس. يعني أوكي. اعتقد ان معظم الناس اللي موجوده دلوقتي معانا هي معانا يا مسجله يا على جروب الواتس يا على جروب التليجرام، فان شاء الله انا ارفعه على الاثنين جروب. لو ما فيش حد مسجل يقول لي عشان الصرف ابعته له، او اقول له ازاي يسجل معانا على احدى الجروبين. تمام تمام. باشمهندس احمد عماره الدورة اللي نتكلم فيها طبعا الجمعية ليهم خاص بخاص، والجمعية اللي شكرا معانا النهاردة تجربة السيادة ليها خاص بخاص هي كمان. لحظة واحدة تقريبا النهاردة يوم كله عياد ميلاد وحاجات حلوه كده. لا هو تقريبا حد داخل بتابلت ولاده عايزين ياخدوه منه بقى كفايه كده. بالنسبه للدوره في خصم خاص لاعضاء الجمعيه يصل الى 50%، وبرده الزملاء اللي حاضرين معانا حتى لو مش من اعضاء الجمعيه اللي حضروا معانا النهارده برده ليهم خصم خاص، بس بالتاكيد هيبقى خصم اقل بكتير من لو كان عضو جمعيه، ممكن نتكلم فيه ان شاء الله. ده بالنسبة للتكتيك. تمام، حد عنده سؤال تاني؟ طب انا اقصى بس يكون انا بس عايز قبل ما نمشي يا باشمهندس حسين، كل اللي عايز شهادة يا ريت يسجل في اللينك عشان اديه او بعت له الشهادة، ويا ريت يكتب اللينك له لان كان زملاء معانا منهم ما كانش مظبوط فالرسائل ما وصلتش، فريت نهتم بالاسم عايزه عربي ولا انجليزي عشان هيطلع في الشهاده شكله ايه، والميل بتاعك تكتبه يعني تاكد منه عشان الشهاده توصل ان شاء الله، والشهاده ان شاء الله توصل في خلال يومين ثلاثه، وهرفع ان شاء الله البي دي اف بتاعت المحاضره على الجروبات ان شاء الله، وهنرفع تسجيل برضو للندوة هنا على اليوتيوب، وهحط لكم لينك اليوتيوب على الجروبات بإذن الله. طب في حد عنده أسئلة تاني؟ بس هتأكد هننتظر بس شوية كده دكتور أحمد عشان تأكد إن كل الناس سجلت. آه تمام تمام أوكي. ها؟ أوكي. أوكي. لو حد عنده تعليق يتفضل برضو يقول. عندي سؤال دكتور إذنك. اتفضل. سؤالي قريب من مهندس احمد عماره، مهندس مدني كواليتي كنترول انسبكتور بشركه بتروجيت. تمام. الاتجاه هل انا هبدا بالتي كيو ام، هبدا لين 6 سيجما، يعني عاوز بدايه. البدايه زي ما قلنا التي كيو ام دي البيز، دي الاساس اللي ببني عليه كل حاجه بعد كده. تمام. دي البدايه. بعد كده بتحدد لك اتجاهاتك هتتجه لفين. طيب من خبره حضرتك، يعني بالنسبه لنا كسيفل انسبكتور، السكس سيجما هو الطريق اللي بعد التي كيو ام ولا في حاجه ثانيه؟ طيب خلينا نتكلم على السكس سيجما، هي اداه من ادوات التطوير. بتشتغل في اي مجال، ما بتشتغلش على مهندس مدني بس، او لا هي بتشتغل في كل المجالات. هي تنفع في المشاريع الانشائيه، طبعا تنفع في المشاريع الانشائيه، فهي اداه من ادوات التطوير. اما مفيش حاجه مخصصه للمشاريع الانشائيات، مفيش حاجه في الكواليتي. ممكن نعمل فوكس شويه على المواصفات في المشاريع الانشائيه، نعمل فوكس على المخاطر اللي بتحصل في المشاريع الانشائيه. بما ان احنا بنتكلم على اداره مخاطر، ممكن نفوكس على العمليه الانشائيه اكتر لو المهندسين مدني معظمهم اللي حاضرين يعني. شكرا دكتور. العفو. طيب المهندس محمد كمال بيقول لينك التسجيل. ماشي اوكي، انا احط حضرتك لينك التسجيل اهو ثاني. كان خرج ودخل تقريبا. شكرا جدا لكل الناس اللي كاتبه كلام جميل، يعني شكر لكم كلكم. انا كده حطيت لينك التسجيل تاني ولا ما طلعش يا شباب ولا ايه؟ هو موجود كده. لا لسه ما طلعش تاني. ما طلعش؟ طيب. لسه ما طلعش يا باشمهندس. رسالة حطيت كده فطلع اللي انا كنت كاتبه له رساله يعني. لا كده طلع على. اوكي طلع.
انا برضو ظاهر شكرا 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 باشمهندس محمد. ان شاء الله نتقابل على حلقات ثانيه باذن الله. توقعوا لنا ان شاء الله كل اسبوع هيبقى فيه باذن الله سيمينار في حاجه معينه باذن الله. عايزين نثبت الميعاد على يوم الاربعاء ان شاء الله، لو قدرنا هيبقى الاربعاء الجاي فيه سيمينار في حاجه ثانيه، وكل اربعاء ان شاء الله عايزين نعمل سيمينار في جزئيه معينه. فيا ريت برضه حضراتكم تبقوا تبعتوا لنا ايه الحاجات اللي انتم عايزيننا نعمل فيها سيمينارات، حتى لو ما كانتش يعني حتى لو كانت بعيده عن مجال الهندسه، يعني مش لازم يكون سيمينار عشان كورس او حاجه علميه. فيا ريت حضراتكم تقولوا لنا عشان احنا نحاول نبحث لناس ذات قيمه في المجال اللي انتم عايزينه، ونجيبه ونجيبهم ونعمل معاهم سيمينارات. فيا ريت حضراتكم برضه توفونا دايما ب ايه اللي انتم عايزين تحضروا ندواتكم. ان شاء الله باذن الله نحاول كل اسبوع في ندوه باذن الله. انا طبعا بتكلم عشان بس تسجل في اللينك. دكتور كنت حابب بس اوضح نقطه. شكرا شكرا للدكتور احمد. بقول لحضرتك شكرا للبشمهندس، شكرا لحضرتك، شكرا للبشمهندس، شكرا للبشمهندس جيهان، شكرا للبشمهندس حاتم. كان في حد عايز يسال سؤال بتهيألي؟ كنت حابب اوضح نقطه بالنسبه للجوده. دايما بتقابلنا مشكله الجوده اساسا ان الناس يعني في السوق مش فاهمه كلمه جوده، واللي فاهم مش عاوز يطبق، واللي بيطبق مش عاوز يلتزم التزام كلي. فالعقبة كلها ان كل واحد عاوز ينجز عمله بأي شكل ما عشان يقول ان هو انتهى بغض النظر عن بند الجودة. فبيوصل في الاخر ان مهندس الجودة اللي بيبقى موجود في المشاريع هو بيتحول لدوكمنت كنترول، شوية شتات وشوية ورق بيملاهم عشان لما يجي اديتور معاه يلاقي ان كل الورق بتاعه متظبط، ولكن في الحقيقة الكلام ده مش موجود في الواقع. النقطة الثانية إن المهندسين نفسهم اللي بيديروا المشاريع واللي بينفذوا المشاريع مفروض إن هم قبل ما ينزلوا سوق العمل لازم يبقى عندهم قدر من الوعي من الجودة، حتى لو أجبرتهم المؤسسة اللي هم فيها على إن هم يتجاوزوا لازم يبقى عندهم قناعة المهندس اللي تجعله إن هو يلتزم بالجودة، عشان ده المسؤولية والضمير اللي هيبقى موجود عليه. فالحته دي استاذن حضرتك يعني عاوزين نوضحها كويس جدا للناس، وعاوزين ننشرها بحيث ان هي دي اللي هتسهل على مسؤول الجوده او مهندس الجوده اداء عمله بسهوله وشفافيه. تمام. طيب لو بدانا بالنقطه الاولى اللي هي ان الناس مش مقتنعه اصلا بالجوده، احنا قلنا ان دي طبيعي، الانسان عدو التغيير. انا اتعودت اشتغل بالطريقه دي خلاص انا مش هغير. طب ايه اللي يخليني ابقى شغوف بالتغيير؟ ان المسؤول الجوده في المكان يوصل له قناعه ان في اي فايده راجعه ليه. الفايده اللي هترجع ليك ايه؟ ايا كان بقى، هوفر لك وقت او جهد او هزود لك ارباح، وبالتالي الشركة هتستمر في السوق. فلو الشركة دي ما استمرتش حضرتك هتقعد في البيت كعامل، مش هتلاقي مكان تشتغل فيه. فأنا بحاول أقنعه، ولو وصلت إن أنا القيادة مسؤوليتها هنا بتفرض هذا الموضوع، يبقى لازم أقنع القيادة فتفرض الموضوع ده إلى أن يقتنع بقية العاملين. يبقى احنا بنهتم بالإدارة العليا، علشان كده كل المواصفة الجودة الجديدة بتهتم جدا بالإدارة العليا، كأن هي تبقى انترستد بالجوده، يبقى هي اصلا انكلودد لكل حاجه في الجوده. علشان لغوا حاجه اسمها ممثل اداره الجوده كانت موجوده زمان، قالوا لا الاداره العليا بالكامل لازم تبقى انترستد بالجوده، الى ان اوصل الى اقناع العاملين. تمام. طبعا انا كمسؤول جوده في المكان ما اقدرش اقنعك الا اذا اعاد على حضرتك بفايده، قللت لك الحوادث، قللت لك التعويضات، زودت لك الارباح، زودت لك مشاركه سوقيه. لازم تقنعه ان المقولة اللي بتقول من لا يتقدم يتقادم، خلاص ده هينتهي من السوق. المسؤولين اللي هم النقطة التانية، المسؤولين المهندسين المشرفين على مهندس انتاج او مهندس صيانة، او لازم يبقى وير بالجودة. طبعا لازم يبقى وير بالجودة، لان هو من ضمن الادارة، من ضمن مستويات الادارة. لازم يبقى وير بالجودة، لازم يبقى فاهم ان هي مهمة، لازم يبقى فاهم انها هتسهل له شغله. فطبعا لازم اديله توعيه بالجوده اساسي، ودي مسؤوليه بالمناسبه المسؤول الجوده في المكان او مهندس الجوده او مدير اداره الجوده.
ده طبعا لازم يبرز الحاجات دي كلها ولازم يطبقها في المكان ويقنع كل واحد بما بمستواه. يعني لما اجي اتكلم مع الاونر غير لما اجي اتكلم مع المدير، غير لما اجي اتكلم مع مسؤول السلامه والصحه المهنيه، غير لما اجي اتكلم مع مدير الانتاج وعامل الانتاج اللي هم اهم حاجه بالنسبه لهم. زي حضرتك بتقول الشغل يخلص، طب ما انت هتخلصه بس هتعيده تاني، طب ما انت هتخلصه بس هيرجع لك تشتغله، طب ما انت هتشتغل ساعات زياده، طب يعني طب ما انا اشوف السبب اللي بيطلع منتج معيب ايه واحله. كل دي شغلة الجودة بيحاول يوصل للناس المفهوم الصح بعد طبعا الادارة العليا. وصلت ولا في حاجة لسه؟ لا تمام. تمام شكرا. في معانا المهندس وائل والمهندس هو داخل من تليفون، فاسم التليفون هو اللي طالع ريال مي. هما الاثنين الفترة في عيد ايديهم بس مش عارفة يعني هما لسه معانا ولا ايه الاخبار. مهندس وائل محمد، مهندس وائل محمد ممدوح يا فندم مع حضرتك. طب حضرتك كنت رافع ايدك، كنت عايز توجه سؤال. ايوه حضرتك في سؤال. اتفضل حضرتك. انا مهندس كهرباء في مواقع، في مواقع بترول ومواقع مختلفه يعني، فكنت عاوز اعرف ايه الشهادات اللي ممكن احصل عليها او ادخلها تفيدني في شغلي كمهندس كهرباء واجهزه وتحكم في الجوده. يعني حضرتك في الجوده، في مجال الجوده يعني. في مجال الجودة انا مهندس كهرباء واجهزه التحكم، كنت عاوز ممكن لو الشهادات اللي انا ممكن او دورات اللي احصل عليها تفيدني يعني في مجال الشغل بتاعي. تمام. حضرتك هتشتغل كواليتي كنترول، هيبقى في جزء تكنيكال وجزء جوده. هتشتغل كواليتي اشورنس، هيبقى معظم الجزء الجوده. هنتكلم في اللي يخصنا احنا جزء الجوده. حضرتك هتشتغل مراجع داخلي في المؤسسه اللي شغال فيها، ولا هتشتغل تطوير؟ انا بيتهيألي هتبدا حضرتك بكورس التي كيو ام اللي هو ككورس جنرال. ممكن نعمل بعد كده كورس لين مانجمنت، ده كورس جنرال. بعد كده هتحدد اتجاهاتك بعد الكورسات دي، هتعرف انت رايح فين، هتعرف انت يعني انت نفسك هتقرر بعد كده عايز تكمل فيه. تمام. طب الباشمهندس اللي هو داخل بموبايل ريال مي، يبقى كده الجودة متداخلة مع الأمن والسلامة وإدارة المخاطر، طبعا كلها بتكمل بعضها. حضرتك أنا سألت السؤال من بدري، أنا ما رفعت إيدي وحضرتك، فأنا سألت سؤال. نعم. سؤال عن... سألت سؤالي من فترة من شوية. طب أصل إيه حضرتك لسه مرفوعة، فأنا افتكرت لسه عايز تسأل دلوقتي. لا أنا رفعت وكنت حابب بس أضيف حاجة كمان بالنسبة لموضوع اللي كان بيتكلم فيه الباشمهندس عن تطبيق الجودة في المواقع أو في الإنشاءات أو عموما للمنتج المطلوب أو كده، إن بيتم محاربته. يعني إن الناس ما عندهاش اتجاهات، لا، في ناس عندها الاتجاه وعندها اتجاه تطبيق الجودة بكل كفاءة وبكل يعني كل المعايير الجودة المطلوبة في المشروع، يمكن بيتم محاربتهم من قبل الإدارة العليا اللي المفروض فعلا تكون الناس دي أهم ناس مقتنعة بالجودة وتطبيقها وعلى كل افراد المشروع. هم دول اول ناس بيحاربوا انسبكتور او الكواليتي كنترول جاي، ايا كان هل هو انسبكتور او مراقب او غيره. فكلام حضرتك مظبوط جدا، ونتمنى يعني الاجيال اللي جايه كلها. شكرا. مش بس شكرا حضرتك. طيب انا تقدر تشوف الاداره العليا اهتماماتها ايه وتقنعها من خلال الاهتمام اللي هو عايزه. يعني عايز مكسب، عايز يقلل حوادث، عايز ايه؟ اكيد ده لو عرف الفوائد اللي هترجع عليه هيقتنع. يعني في ناس كتير ما كانتش تعرف واقتنعت بعد كده لما فهموا يعني. تمام. طيب تمام. انا اعتقد كده ان تقريبا المعظم او كل كده سجل، فاحنا كده يعني لو محدش عنده أسئلة يبقى نقول مني اللقاء دلوقتي، وإن شاء الله نتقابل في سيمينارات تانية. وبالنسبة لو أنا عن الكورس، الجروب موجود، حضراتكم ممكن تسألوا عليه.
شكرا للي كاتبين كلام كويس جدا، وشكرا لكل اللي سألوا. الدكتور شاذلي كاتب تحية إجلال وتقدير، شكرا جدا. دكتور أحمد عمارة، مهندس أشرف، شكر جدا للجميع، يعني حتى اللي أنا مش عارف أقرأ اسمه لأن أنا مش شايف الشات كله قدامي، بس يعني كلام جميل، يعني متشكر جدا. مش علمو، أنا ممكن أبعت برضو حضرتك الشات عشان تبقى تشوف الكلام الجميل. بصراحة في الإخوة الزملاء كاتبين كلام جميل جدا، إحنا متشكرين كلهم، وأشوفكم على خير. شكرا والسلام عليكم. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا للمهندسه جيهان، وسلام خاص للمهندسه جيهان. انا سعيده جدا بهذا اللقاء، عشان هرجع اتكلم معاكي تاني. تمام، مرحبا. انا اسعد، ربنا يخليك. ماشي ان شاء الله.